من باب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة، هل يجوز إنسان أن يحج عنهم؟ أما الصحابة فلا بأس يحج عنهم كما يحج عن أي مسلم، لكن مع ذلك نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة، حتى الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهم إذا لم يكن فرضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يدعو له، ما قال يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يصوم عنه ولا يزكي ولا يحج، ما قال له، قال ولد صالح يدعو له. وهل تظن أيها المؤمن أحدا أنصح للأحياء والأموات من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا والله لا نعم. بل نظن عدم ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للأحياء والأموات، ومع ذلك كان أول صالح. هذه واحدة. ثانيا، بالنسبة للصحابة انتهينا منهم وقلنا أنهم كسائر الناس، ولكن الدعاء أفضل لهم ولغيرهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإهداء القرب له من السفه، من حيث العقل، ومن البدعة من حيث الدين. أما كونه بدعة في الدين فلأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الرسول ولازموه وأحبوه أكثر منا ما كانوا يفعلون هذا. هل أبو بكر حج عن الرسول؟ عمر، عثمان، علي، العباس عمه، كلهم لم يفعلوا هذا. نأتي نحن في آخر الدنيا ونقول نبر الرسول بالحج عنه أو الصدقة عنه؟ غلط، غلط من ناحية شرعية. من الناحية العقلية هو سفه، لأن كل عمل صالح يقوم به العبد فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من دل على خير فله مثل فاعل. وإذا أهديت ثواب العمل الصالح للرسول فهذا يعني أنك حرمت نفسك فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتفع بعملك، له مثل أجره سواء أهديته أم لم تهد. وأظن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع، ومع ذلك أنكرها العلماء وقالوا لا وجه لها. وإذا كنت صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجو أن تكون صادقا فعليك باتباعه، اتباع سنته وهديه. كن وأنت تتوضأ كأنما تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمامك، وكذلك في الصلاة وغيرها، حتى تحقق المتابعة. ولست أقول أن أمامك أنه عندك في البيت، هذا لا أقول، لكن المعنى من شدة اتباعك له كأنه أمامك يتوضأ. ولهذا أنبه الآن على نقطة مهمة. مثلا نحن نتوضأ للصلاة الحمد، عندما نتوضأ أكثر الأحيان وأكثر الناس لا يشعرون إلا أنهم يؤدون شرطا من شروط الصلاة، لكن ينبغي أن نلاحظ أولا أن نشعر بأننا نمتثل أمر الله عز وجل، حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر. هذه واحدة. ثانيا أن نشعر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه توضأ نحو وضوئنا، بل لأننا توضأنا نحو وضوئه. ثالثا أن نحتسب الأجر، لأن هذا الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى به كل خطيئة حصلت من هذه الأعضاء. الوجه إذا غسله آخر قطرة يكفر بها الإنسان، وكذلك بقية الأعضاء. هذه ثلاثة أمور غالبا لا نشعر بها، إنما نعمل كأننا أدينا شرطا من شروط. فأسأل الله أن يعينني إخوان المسلمين على استحضارها حتى تكون العبادة طاعة لله واتباعا لرسول الله واحتسابا لثواب الله. نعم، جزاكم الله خير. ولكن فضيلة الشيخ، هناك أناس غلوا في الرسول وتجاوزوا الحد في محبته، وهناك أناس فرطوا وتساهلوا في محبته، كيف نوجه مثل هؤلاء؟ كلهم أخطأوا، لا الذين فرطوا ولا الذين أفرطوا، والخطر عظيم على الجميع. أما الذين غلوا فيخشى عليهم من الإشراك به، ولهذا ادعى بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب وأنه يشفي المريض وأنه يزيل الكربات، فصاروا يدعونه فالتحقوا بذلك، التحقوا بالمشرك وهم لا يشعرون. وأما الطرف الثاني فيخشى عليهم من التهاون بالشريعة شيئا فشيئا حتى يقضى عليهم. ولهذا المحب له حقيقة هو المتبع لسنته بدون غلو ولا تفريط. نعم.